قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، إن شاء الله يجعلني وياكم منهم. من هو المؤمن؟ قال: الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد وينقص. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد وينقص. التعريف لابد فيه من أمور خمسة، أسقط واحد من هذه الأمور الخمسة هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول، عمل، اعتقاد، يزيد، ينقص. قول باللسان فأعلاها قول لا إله إلا الله، مثلا تقول لا إله إلا الله، نعم، وقال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل إيش؟ عمل الجوارح. وعمل القلب، قال نعم القلب له عمل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن القلب له عمل، خوف، رجاء، توكل، تمام. اعتقاد، لأن المنافق نسأل العافية والسلامة يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، هذا ما هو مؤمن، منافق نسأل العافية والسلامة، تمام. إذن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وبترك المعصية وبالتفكر في مخلوقات الله وبدراسة التوحيد، هذه أسباب زيادة الإيمان. إذن أسباب زيادة الإيمان ليست محصورة في إيش؟ في الطاعة فقط، لا. أسباب زيادة الإيمان الطاعة وترك المعاصي والتفكر في مخلوقات الله ودراسة التوحيد. وأسباب نقص الإيمان نسأل العافية والسلامة: ترك الطاعات، ارتكاب المحرمات، ترك التفكر في مخلوقات الله، ترك دراسة التوحيد. معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وجاء نقصان الإيمان مصرحا به في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أيكم زادته هذه إيمانا، تمام. الذين آمنوا، يعني آمنوا بماذا؟ بألسنتهم قولا وبالقلب اعتقادا، باطل اعتقادا، وعملوا بالقلوب وبالجوارح مع اعتقاد الإيمان يزيد وينقص. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك. ما الثمرة؟ أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة. وبقدر ما تحقق من التوحيد يحصل لك الأمن والهداية، وهذا من فضائل التوحيد. إذن هذه الآية فيها فضل التوحيد، فبعد أن ذكر لك وجوب التوحيد أراد منك أن تتشوق لإيش؟ للتوحيد. لأن كثير من الناس يلبس عليهم الشيطان. أي شيطان؟ الاثنين، شياطين الإنس وشياطين الجن، ويقول التوحيد عرفنا ولا داعي ندرس التوحيد وكذا وكذا وكذا. فأراد بهذه الآيات أن تتشوق لدراسة التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لابد أن تفرح بدرس التوحيد وتتعلم التوحيد وتدعو إلى التوحيد، نعم، وتنهى عن الشرك.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون، هداية في الدنيا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم السلف الصالح، وفي الآخرة إلى الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. نعم. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. لو أكملتها. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خليل الله، إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به، ولابد أن نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور التي ذكرت في الآية. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به، وقلنا الأمة تأتي ويراد بها الإمام كما في هذه الآية، تمام؟ إماماً يقتدى به، إذن لابد نكون قدوة للآخرين. إن إبراهيم كان أمة قانتاً كثير الطاعة مع الدوام عليها، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، قانتاً لله إخلاص مخلصاً، حنيفاً مقبلاً إلى الله مدبراً عن الشرك، ولم يكن من المشركين البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح، شاكراً لأنعمه، هذا السادس، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. من يعيد لي هذه الأمور الستة؟ ها أخوانا، يلا ما شاء الله. إن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خليل الله، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمور ستة نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها. أول، إماما يقتدى به، إذا لابد تكون قدوة، ولهذا قلنا لكم الآن هنا في المسجد أنتم قدوة، تمام. الثاني، قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها، كثير الطاعة مع الدوام عليها، طالب العلم لابد أن يكون لديه إيش؟ تقوى وعبادة ودوام على الطاعة. كتب ابن الجوزي عفى الله عنا وعنه رسالة لابنه يوصيه فيها بطلب العلم، كتب ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه رسالة لابنه يوصي فيها بطلب العلم، وأطال على عادته، أطال في الرسالة في الوصية، وفي نهاية هذه الوصية قال: وألخص لك هذه الرسالة في كلمتين، وهذا أفضل، قال: ألخص لك هذه الرسالة في كلمتين، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، مفهوم؟ أي نعم. قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليه استمرار، واحدة، قانتا لله إخلاص مخلصا، قانتا لله حنيفا مقبلا لله مدبرا عن الشرك، صح؟ قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح،
شاكرا لأنعمه، هذا السادس، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. نعم. قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. سادات الأولياء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بسلامتهم من الشرك، الذين هم بربهم لا يشركون، لا شرك أكبر ولا أصغر. نعم. إذن لابد من تحقيق التوحيد. نحقق التوحيد بالقول والاعتقاد والعمل. نحقق التوحيد بالاقتداء بسادات الأولياء، بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا بد من تحقيق التوحيد، من تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. نعم.